السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده بقى هوريكم المفاجاه اللي انا قلت لكم عليها امبارح. في الفيديو ده هعرض لكم كل الشغل بتاعي ان شاء الله، عشان الناس اللي بتحب تشوف الحاجات على الطبيعه. بما ان بقى الكورونا بقى خلتنا قاعدين في البيت، فاحنا هعرض لكم كل حاجه بالتفاصيل عشان الناس اللي بتحب الحاجات على الطبيعه. اهو الشغل مبدئيا انا فتحت، ويلا نبدا مع بعض كده هوريكم الحاجات كده حاجه حاجه. هبدا لكم الاول بالطوق التحفه ده، شايفين شكله فظيع. بص الوانه، ادي واحد البينك بتاعه تحفه، هي الوانه كلها. شايفين الوانه كلها البينك والاسود واللبني والموف والبيج، كلهم الوانهم احلى من بعض فعلا. شوف ونشوف اللي بعده. شايفين الطوق ده برضو اهو الوانه كلها، حاطه لكم على كيتي عشان تقدروا تشوفوه اكتر. الفوشيا والموف اهو واللبني والبينك، في الابيض معانا برضو اهو، الناس اللي بتحب الحاجات الرقيقه. يلا نشوف اللي بعده. معانا الطوق التاني ده ميكي، تحفه بينور. شايفين بينور ازاي؟ الاطفال بتحب الحاجه المبهجه، عشان كده اللون ده موجود بكل الالوان. وادي الاحمر والفوشيا الاصفر واللبني، بجد كل الوانه احلى من بعض. وفي الموف هنا صح، كلهم بينوروا. انا سايبه لكم شويه بينوروا شويه لا عشان تشوف شكله. وكمان في بتقدري تلعبي في الالوان بتاعته كده، ممكن يولع ويطفي ممكن ينور كده اهو. الاطفال بتحب الحاجات دي قوي. ومعانا دلوقتي بصوا التوكه الفراشه دي، توكه مشبك، هوريها لكم بالتفصيل. انا بس حبيت اوريكم الوانها الاول، دي الوانهم كلهم. بصوا شكلها على كيتي اهي، بتتفتح كده، هوريها لكم من ورا. شايفين المشبك مريح وخفيف عشان الاطفال مش بتحب الحاجه الصعبه، شكله تحفه. وفي كمان معانا التوكه الفيونكه الحلوه دي، هي بعض الوانها، هي بتبقى عباره عن توكتين في الكارت الواحد اهو، التوكتين كده. فانتي التوكتين دول دي الوانها كلها موجوده اهي، فوشيا ده، ادي الاورنج معانا برضو شكله حلو جدا. انتي ممكن تحطيها البنوتك، تعملي لها قطتين وتحطي واحده هنا وواحده هنا، او دي الحصان واحد، بيبقى شكلها جميل جدا ورقيق. نيجي بقى للتوكه كور العسل دي، شايفين الوانها جميله، موف والاورانج بينك والابيض واللبني، بجد حلوين جدا. شايفه شكلها اهي، تبقى حلوه جدا تحطيها على كحكه او دي الحصان. بصت بقى معايا على الاكسسوارات والدلع ده، شايفين الخواتم؟ شايفين اشكالهم كلها جميلة ازاي، تحفة. شايفين نختار ايه مع بعض؟ بصوا كمان ده حلو جدا، وبيتضيق ويوسع بقى براحتك على حجم بقى صباع طفلك عشان ما يضايقهوش. في معانا بصوا الاناناسة دي برضو، في ايه تاني؟ شايفين بجد اشكالهم كلهم تحفه، شايفين حلو خالص، وتقدري تختاري الشكل اللي عاجبك براحتك خالص، الوانهم كلها حلوه.
النهارده وريت لكم شويه حاجات من الشغل بتاعي، يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، لو في حد عايز يسال اي حاجه يكتبها لي واجيب، او اجيب له اي حاجه ممكن يكتب لي وانا اجيبها له ان شاء الله. يلا باي باي.